اللهم صل وسلم وبارك عليه، فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، دجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. حوضك الصافي المبرر.
بسرى إلى إليك والغمامة قد أضلت والملا استجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور. فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله عليه وسلم. يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات مستجيب الدعوات. صلى الله على محمد وعلى وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مقتولا بيد العناية مهكولا بكهل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلالى الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود الشرافات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات
ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضي لما تعلق من سناه النور الساطي وأشرق من بهائه الضياء اللامي حتى عرض على المراضي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نغفل ونغتنم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفا وتعظيما. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سبق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب. فلما وضع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فحش لها متبسما فخرج من ثغره نورا لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذ أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر. فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فعجعوه على الأرض إضداعا خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه حظ الشيطان وملأوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وعادوه إلى مكانته. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغير وازددت فرحا وسرورا وبهجة ونورا يا محمد. أبشر فقد نشرت في الكائنة علام علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طاعيا ولمقالتك سامعا.
فسيأتيك البعير بذمامك يستجير، والضب والغسالة يشهدان لك بالرسالة، والشجر والقمر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، ومركبك البراق إلى جمالك مشتاق، وجبريل شاوش مملكتك قد أعلن بذكرك في الآفاق، والقمر مأمور لك بالإنشقاق، وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما حبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباح، ووجهه متهلل كنور الصباح، إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبة، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب، بل أنت من الله قريب، وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدة، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد، بل أنت صاحب التأييد، وأنيسك الحميد المجيد، وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيمة، فقالت الملائكة لله درك من يتيم، فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهداهم إلى الحق طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويصفه في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من راه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين وأجابه، قولوا الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا صرف كأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم تبسم مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهور،
وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واسي فيما رأيت من ذي لمة السوداء في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرة من حاز كل كمال، ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. عتبت يا جيرة العلم، يا أحيل الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. وبهم من خوفهم آمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فتعيد فينا أخا الوهني. الصفا والبيت يا لفنا، ولنا المعلى وخايف منا، فاعلم من هذا وكن وكني. هم أمان الأرض فادكري،
شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة وإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب دعوات وغاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.